جرى بين الحسين بن علي وأخيه محمد بن الحنفية، جرى بينهما كلام فانصرفا متغاضبين. فلما وصل محمد وهو الأصغر إلى منزله أخذ رقعة وكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن علي بن أبي طالب إلى الحسين بن علي بن أبي طالب، أما بعد، فإن لك شرفا لا أبلغه وفضلا لا أدركه، فإذا قرأت رقعتي هذه فالبس رداءك ونعليك وسر إلي فترضاني. يقول له الصغير يطلب من الكبير، يقول له سر إلي فترضاني، لأن الذي يبدأ بالمرضى هو صاحب الفضل. ولهذا قال له محمد: وإياك أن أكون سابقك إلى الفضل الذي أنت أولى به مني، والسلام. فلما قرأ الحسين رضي الله عنه، لما قرأ هذه الرقعة لبس رداءه ولبس نعليه، ثم جاء إلى أخيه فترضاه. نعم، هكذا عندما تكون الهمم جبالا، نعم هكذا عندما ينتصر الإنسان على نفسه الأمارة بالسوء، إذا اعتذر الجاني محى العذر ذنبه، وكان الذي لا يقبل العذر جانيا. فالله الله عباد الله، الله الله في الصلح، الله الله في العذر. يقول عز وجل: والصلح خير. كونوا عباد الله إخوانا، كن سابقا معتذرا أو كن للعذر قابلا.